ايه اكتر عمل فني شاركتي فيه وكان بيحمل مشاعر رومانسية؟ مشوار امرأة، لأنه كان يفترض أني بحب خالد زكي وهو ما بيحبنيش، فكانت الانفعالات قوية جدا. والفرسان سابقا كان مليان أحاسيس لوف ستوري، فكان مليان أحاسيس حلوة. وحشني الحب ونفسي أعمله. آخر مسلسل ليا اللي كان الوجه الآخر اللي اتعرض كان في قصة حب بس مبتورة، يعني زوج توفى أصبحت أرملة، ثم حبيت شخص خدعني اللي هو حبيبي أحمد سلامة. فقصص الحب في الدراما توحشني. أكتر أغنية رومانسية بتحبيها؟ لو مطلع عيني هحبك موت، تتتتت. أنا ما بحفظش الكلام. الجسمي الجسمي بحبك وحشتيني.